اختتمت اليوم فعاليات بطولة العالم في السكيت بوردينج، والتي لاقت نجاحا عالميا باهرا واستقطابا لفئات موهوبة جديدة تدخل إلى هذا القطاع أو لهذه المنافسات الرياضية، وهي الطريق إلى فرنسا 24. هذه التصفيات التي لاقت إقبالا جماهيريا جميلا، وكذلك رأينا فيها منافسة ووضعت خارطة هذه الرياضة في إمارة الشارقة بشكل كبير وشكل هام، لاقى اهتمام دولي اهتماما جماهيريا هائلا، وكذلك تغطية إعلامية من مختلف وسائل الإعلام وضعت حجر الأساس لهذه اللعبة لتكون انطلاقا من إمارة الشارقة بحكم النمو المتصاعد لهذه اللعبة حول العالم. البنى التحتية في الجادة وبالتخصيص هكذا ميادين وفرتها الجادة لهكذا رياضة، بإذن الله نحن متفائلون بأن تكون انطلاقة إلى العالمية من تستقطب لاعبين بالذات يكونون من دولة الإمارات العربية المتحدة.